فضيلة الشيخ عفى الله عنك، رجلان وامرأتان رموا الجمار في اليوم الثاني عشر بعد صلاة الفجر وقالوا بأن أفتينا بجواز ذلك، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ هل استفتوا من يثقون بعلمه؟ فالإثم على الذي أفتاهم، كان هناك إثم، لأنه لا يجوز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، ولا في اليوم الحادي عشر، ولا في اليوم الثالث عشر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز زوال الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهر. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترقب الزوال بترقب شديد، ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال لرمى في أول النهار، لأن ذلك أيسر له وللأمة، أو لرخص للضعفة كما رخص لهم في رمي جمرة العقبة. فالصواب أنه لا يجوز، وإن قال به من قال من التابعين أو من بعد التابعين، لكن المرجع الكتاب والسنة. والذي يرمي قبل الزوال مستندا إلى شخص يثق بعلمه فليس عليه شيء، لأن هذا هو الذي كلف به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان قصده تتبع الرخص فعليه الإثم وعليه الفدية، تذبح في مكة توزع الفقراء. والذي يبدو والله أعلم أن مثل هؤلاء يقصدون تتبع الرخص، لأن من العلماء من هو أعلم من الذي أفتاهم يقول لا يجوز، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحد أو اثنين عطاء بن أبي رباح والثاني والثالث تجمع على أنه لا يجوز قبل الزوال ونتبع واحد من ملايين الملايين. المهم إذا كان قصدهم تتبع الرخص فعليهم الفدية مع الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، وإن كان لا يثقون بعلمه يقول لا هذا عالم وموثوق فليس عليهم شيء.